كشف المدير العام لقوى الأمن الداخلي لواء أشرف ريفي أن وفدا من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يصل إلى بيروت خلال يومين أو ثلاثة لتقديم مساعدة في مجال الأدلة الجنائية في التحقيق باغتيال لواء الشهيد وسام الحسن. وأعلن ريفي لبكالة فرانس بريس عن لقاء بينه وبين مسؤولين أمنيين في السفارة الأمريكية في بيروت تم خلاله الاتفاق على تقديم هذه المساعدة.